جرب في مرة تكون قاعد في مكان فخم جدا ومعاك كل وسائل الراحة، وخليك بصص على الساعة وتابع عقرب الثواني وهو بيمر ثانية ثانية. خليني أقولك وقتها هتحس بإيه. هتحس وقتها إن الدقيقة مرت على المخ كأنها ساعة حرفيا، والملل عمال بياكل فيك. وجرب مرة تاني كده تبقى مشغول في حاجة بتحبها، هتلاقي إن الساعة مرت على المخ كأنها دقيقة حرفيا، والوقت عدى بسرعة البرق. هي دي الحياة، مش بالغنى والفقر ولا بالراحة ولا بالتعب. الحياة هتحس بجمالها بهدف بتجري وراه، شغل بقى، حب، فلوس، شهرة، رياضة، أيا كان. بس بقى لو كان عندك هدف عايش علشانه، حاجة تشغلك وتطلع فيها حبك وشغفك، تجري وراها ووقتك يكون رايح عليها. أصل يا جماعة الفضا والفراغ بيخلقوا الاكتئاب، بتخلي دقيقة تعدي عليك وكأنها ساعة، شيء ممل وقاتل، بيخلق أمراض ملهاش حصر، أمراض عضوية ونفسية ممكن تقلب حياتك حرفيا. وإحنا بقى جينا في الدنيا دي علشان هدف، علشان نسعى في الأرض، علشان نحس بطعم الحاجات الحلوة اللي فيها. قعدتك وانت بتتفرج من الشباك وبس دي مش هتجيب نتيجة، مسكتك للموبايل 24 ساعة برضو مش هتجيب نتيجة، والملل من الدنيا لو اتسرب لقلبك هيلخبط لك كل قراراتك، هيخليك مش متزن وفقد الإحساس والمشاعر، هتحس بوجع وخنقة عمرك ما حسيت بيهم قبل كده. عقرب الساعة ممكن يكون حبل المشنقة اللي بيلف حوالين رقبتك بالبطيء. اوعى تستسلم ليه، اوعى تسيب له نفسك، والحق نفسك وروحك واشغل حالك باللي بتحبه، باللي يفيدك، باللي يزود من عمرك ساعة ما ينقص منه. انت تعرف ان قراءة الكتاب بيزود على عمرك عمر تاني، بيخليك تكتسب خبرات ملهاش حد. لو لعبت رياضة مثلا هتحافظ على صحتك وهيزيد من شغفك وحبك لكل اللي حواليك. لو استغليت حياتك في شيء مفيد هتلاقي نفسك إنسان تاني حرفيا. فابعد عن العزلة وما ترقبش الساعة أبدا، واوعى تحبس نفسك بين أربع حيطان، اخرج للحياة. الدنيا حلوة وفيها ملذات كتير، ملذات تقدر تخليك تحب اللي بتعمله. واوعى من اليأس، اوعى اليأس يقرب منك في يوم، ولا الدنيا تخليك مجرد وقت وهيعدي، لأن الدنيا كده كده هتعدي. يبقى ليه ما نفرحش فيها؟ ليه ما ناخدش منها الطعم الحلو؟ إحنا اللي بنترجم الوقت وإحنا اللي بنتحكم فيه. اليوم هو هو 24 ساعة، بس يا ترى ساعتك زي ساعة غيرك ولا لأ؟ استنونا.